أعلنت غرفة صناعة الحبوب أن الإنتاج المحلي من الأرز يكفي احتياجات المواطن طوال العام، مما يؤكد وجود اكتفاء ذاتي من الأرز المحلي. وقالت الغرفة إن وزارة التموين ستوفر الأرز اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل على أن يكون سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك في الأسواق 12 جنيها بدلا من 14 و15 جنيها حاليا، كما لا يتجاوز سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك 15 جنيها، وقد ينخفض عن ذلك. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات. سيد رجب، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. صباح الخير أستاذ هيثم، عليك وعلى كل مشاهدينك وعلى مصر جميعا. صباح الخير على حضرتك. سؤالي لحضرتك، كيف وصلت مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الأرز، وتأثير ذلك خلال الفترة القادمة على أسعاره في الأسواق؟ احنا اساسا دائما عندنا فائض في استهلاكنا من الارز، ومحصول الارز الحمد لله السنه دي يبشر بالخير جدا جدا جدا. عندنا انتاجنا يتخطى 7 مليون طن ارز شعير، دولت بيدونا ابيض في حدود 4 مليون و250 الف طن. احنا استهلاكنا على مدار العام ما يقرب من 3.5 مليون طن، يعني عندنا في حدود من 0.5 مليون طن ابيض الى 750 الف طن ابيض، دولت فائض في حاله ان احنا نحافظ على ان شاء الله على الانتاج بتاعنا اللي هو موجود حاليا وابتدى ينزل في الاسواق. الحمد لله وزاره التموين قدرنا ان احنا ننجح معاهم، ان وزاره التموين هتستلم ان شاء الله الارز الشعير الرفيع ب 660 جنيه، هو اساسا 6000 قصدي و500 و100 جنيه حافز نقل، يعني 6600 جنيه، وهتستلم الارز عريض الحبه ب 6750 وفي 100 جنيه حافز، يعني 7850. وعشان خاطر الناس ما تقولش بس انتوا بتظلموا حد، هذا السعر مناسب للمنتج ومناسب للمستهلك. ده رقم واحد. رقم اتنين، وزارة التموين ان شاء الله عندها امل انها هتحصل او حتى وضع انها هتحصل على 1.5 مليون طن ارز شعير. كل استهلاك وزارة التموين على مدار العام ما يقرب من 600 الف طن ارز، هيكون عندها ان شاء الله 900 الف طن ارز شعير. دولت هتتدخل الوزاره في حاله حدوث اي شيء في السوق المحلي، هيتم تدخل الوزاره فورا وضخ الارز الزياده عندها في الاسواق المحليه ان شاء الله. فاحنا بنطمن المواطن المصري والمستهلك المصري ان شاء الله ما حدث في العام الماضي من بعض الطماعين وبعض الناس عندها حب المال لن يحدث ان شاء الله ولن يتكرر بامر الله في حاله ان احنا نطبق هذه المنظومه. وبالنسبه للسعر 12 جنيه للسائد الابيض في الاسواق المحليه و15 جنيه ان شاء الله، ده هيطبق على اول سبتمبر بعد موافقه السيد رئيس الوزراء على هذا الطلب الذي تم التقدم به ان شاء الله. نعم. نطمن المواطن ونقول له ان شاء الله الارز متوافر في الاسواق. وعلى فكره يا استاذ هيثم، الارز رغم ان سعره تخطى للمستهلك ال 20 جنيه الا ان الرز لم يعني ما فيش حد نزل يشتري رز وما لقاش رز، الرز متوافر وكل سوبر ماركت وكل محل وكل هايبر كان فيه 5 6 اصناف. نعم. من انواع الارز. نعم، رجب شحاته رئيس شعبه الارز بغرفه صناعه الحبوب باتحاد الصناعات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.